ما تخرجوش يا جوارديولا، ما تخرجوش يا جوارديولا، لن نقدر على التعليق بعده، لا يمكننا الكلام بعده، لا يمكننا الحديث بعده، أين سأجد المفردات بعده؟ أين ستخرج الألفاظ بعده؟ كيف ستكون الكلمات بعده؟ أي قاموس بعده؟ أي نواميس بعده؟ أي كورة بعدك يا ولد التانجو؟ فلا أقولها ونريح ضميري، أنا في رأيي بكل اللي عمله مع برشلونة وبكل الأرقام اللي يكتبها ويدونها وبكل الركور اللي يمتلكها، أعتقد في لحظة صدق وفي لحظة حقيقة أنه أكبر لاعب في التاريخ. ميسي أكبر جعان، وهذا اللي خلاه أكبر لاعب في تاريخ كرة القدم. عذرا حبيبي ديجيتو، عذرا يا البيبي، عذرا يا لورو، عذرا يا مارادونا، كم استمتعت ومتعت جينا لسنوات، ولكن اليوم ما قلبتش البيستا، لم أغير قميصي، ولكن فرض علي أرجنتيني آخر أن أقر، أن أعترف أنك النمبر وان. ماذا سأقول؟ أخفض الصوت، لا تحتاج إلى تعليق، لا تكلم العرب أكثر مما يتحملون، دعهم يفسرون، دعهم يحللون، دعهم يعلقون، دعهم يتكلمون، دعهم يقتسمون معك الكلام، لا تكن أناني أيها المعلق، دعهم يشتركون معك في التعبير عن الإبداع، أرجوكم لا نكن متعصبين، مدريديين، بلباويين، فرنسيين، أتلتيكيين، أرسناليين، مانشستراويين، بافاريين، ميلانيين، انتريين، يوفنتيين. طبعا امتلاك الكلمات ليست صحيحة، ليست مختلفات. جننتني والله يا ميسي، جننتني والله يا ليو، هبلتني يا ابن الأرجنتين. ماذا عساي أن أقول؟ لن أقول شيء لأني لم أجد فيك الكلمة. عودة ميسي، روح ميسي، فانيلة ميسي، الري ميسي، الأمير ميسي، إمبراطورهم ميسي، ملكهم ميسي. لو استقلت كاتالونيا رغم أنه أرجنتيني من روساريو من بلد جيفارا، سيولونه الملوكية وسيمنحونه لقب الري. يمشي ميسي عطاني، يمشي ميسي يا بابا يا بابا يا بابا، يطلع كورة تاني. الله، ميسي سيتكلم، سيسجل والله العظيم. ميسي خطيرة، ميسي ميسي سيسجل، سيسجل ميسي 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 خلص الثاني. جولاتو 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 جولاتو، كبير أنت يا ولد الأرجنتين، من أين لك هذا؟ من أين جئت بهذا؟ أين تعلمت هذا وكيف لعبت هذا؟ مش معقول، مش معقول المجنون، مش معقول.